هدف هذه المحاضرة التثقيفية هو دعوة أكبر عدد ممكن من السيدات لحضور هذه المحاضرة واللجوء إلى المراكز الصحية من أجل القيام بالكشف السريري للثدي، وقد تحتاج السيدة الذهاب إلى مشافينا أو إلى مراكز أخرى فيها ماموغرام وفيها إيكو للثدي. أنا حابب نوه على أنه هذا الشهر اللي هو الشهر العاشر من 1 إلى 30 هو شهر عالمي للكشف المبكر عن سرطان الثدي. أهلنا جميع مراكزنا الصحية لفحص جميع السيدات والإناث من عمر 20 سنة فما فوق، من 20 سنة إلى 40 سنة اللي بيطلع عنده أي مشاكل في الثدي عم نبعته إلى المشافي لتصوير إيكو. من فوق 45 سنة أو من فوق 40 سنة عم يساوي صورة الثدي، جميع النساء من فوق 40 سنة عم تساوي صورة الثدي شعاعي أو ماموغراف. فعالية طبعا نحن مو يعني عم نشتغل فيها من حوالي 7 سنوات، فعلناها بشكل كبير بالسنتين الماضيين، عملنا دورة بالمشفى، دورة تثقيفية، وبعد طبعا إعلان عن الموضوع استقبلنا عدد كبير من المريضات. يعني طبعا لاحظنا التغير شوي بفكر السيدة اتجاه المرض، يعني كان في خوف حتى من الفحص السريري، فتجينا يعني معظم الحالات حالات متأخرة، وما زالت يعني حتى الآن عم تجي حالات متأخرة. هذا البرنامج يستهدف شريحة كبيرة، يستهدف المرأة التي هي نصف المجتمع. طبعا ليس بجديد على وزارة الصحة، وليست الندوة الأولى، وليست الفعالية الأولى، فوزارة الصحة منذ سنوات تولي هذا البرنامج اهتماما كبيرا. ومثال على ذلك نحن كمشافي هيئة مشافي القلبون لدينا وسائل التشخيص، جهاز الماموغراف بالإضافة لجهاز الإيكو موجودين منذ سنوات لدينا، ونقوم أسبوعي وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات الشعبية بحضور النساء والمسح الكامل.